ما نقولش ما نحاولش نعمم، لكن الشعور يعني الحدة اللي يعني ذاك الشعور القوي بما يجري حولنا هذا ما كانش اعتقد موجود. وش وقع بالضبط يعني كيفاش طورت العلاقات بيننا وبين المغرب؟ كانت مشاكل الحدود حليناها على اساس الوحدة الترابية، مضينا اتفاقية في الرباط امام كل الرؤساء الافارقة، الاتفاقية تقضي بتسطير الحدود بصفة نهائية وشيء من التعاون في قضية منج المغارج بذلك. بعدها احنا صادقنا الجهة الراتي في سيدي زاكور، صادقنا على هاتين الاتفاقيتين او على الاقل اتفاقية، صادقنا على الاتفاقية الاولى بتاع الحدود. المغرب لم يصادق على هذه الاتفاقية بحجة انهم ناس ديمقراطيين وما عندهمش البرلمان ويستناو حتى البرلمان كعرف ال، ومن جهة الاخرى يقولنا هو امن المؤمنين، يعني هو المولى سبحانه وتعالى اللي عينه خليفة في الارض، امن المؤمنين هو هذا، يعني الحكم جاي من السماء ماهوش من الارض. قضية الصحراء انا موقفنا حددناه، قلنا قضية الصحراء موقفنا هو تقليل المصير. دروك راكم تتكلموا على التقسيم، اذا كان هذا هو راي السكان، يعني فيه سكان اللي باغيين يصبحوا مغاربه او يصبحوا مغاربين، اهلا وسهلا، احنا ما نقدرش ندخل في هذه المسائل. وقع اتفاق سري تحت البرنوس ما خبروش عليه يعني حتى للمده الاخيره هذه باش يبدا يبان، ونحن ما نقدرش نوافق على اتفاق سري بدون ما نعرف له. في هذه المده خلقت حركه سياسيه، حركه ثوريه مكونه من كل الشبيبه نتاع هذه المنطقه واللي هي ترفض باش يكون باش تكون يعني باش المنطقه تكون مغربيه او تكون موريتانيا. الاسبان منذ سنه كانوا طالبين يعملوا تقرير مصير، المغرب ارفض لانه قبل هذيك المده كان وقع المرض نتاع فرانكو ملك المغرب، والحساب نتاعو فيما بعد طلع صحيح، لازم نعترف للتاريخ الحساب نتاعو فيما بعد طلع صحيح. شاف فرانكو في المره الاولى مرض، قال هذا هو الوقت اللي نقوم فيه بحمله على المستوى الدولي باش ناخذ حقنا، وهذا هو السبب اللي نتاع الحمله الكبيره اللي قاموا بها العام اللي فات. فرانكو ما ماتش في العام اللي فات، زاد احياء الامور اتعطلت. ملك المغرب في ذلك الوقت قال وجد نفسه امام حالتين، يا اما يحارب الاسبان يا اما على كل حال يسلم بالامر الواقع. يحارب قال مانيش قادر نحارب الاسبان، مانيش قادر نحارب الاسبان، اذا لقى الحل نتاع المحكمه، محكمه العدل الدوليه. مشاو لمحكمه العدل، طبعا احنا بصفتنا بلد يهمنا وعلى حدود بلادنا وقضية اللي لها علاقة يعني ارتباط بالامن نتاع المنطقة، مشينا للمحكمة العدل الدولية لندافع على مبدأ تقرير المصير. اثناء الوقت كذلك وقبل هذه المحكمة كانت قامت لجنة تاع تقصي الحقائق نتاع الامم المتحدة، جات مشات السكان، مشات المغرب، شافت السكان، مشات الصحراء، مشات المغرب، جات الجزائر، مشات موريتانيا، راحت لاسبانيا ورجعت. ما هو الحكم نتاع او التقرير اللي قدمته هذه اللجنه، الخلاصه نتاع التقرير، تقرير المصير. ما هو الحكم نتاع محكمه العدل، محكمه العدل الدوليه، وهذه لاول مره يعني ربما تقريبا لاول مره في التاريخ واحد يروح عند القاضي يقول له يا سيدي القاضي ماذا بك تفتي لي اذا كان هذه الارض ارضي ولا ماهيش ارضي. لاول مره في التاريخ من جاي طلب بالارض من جاي يقول نقسم مع شيخ القبيله نتاع نواكشوط، وشيخ القبيله في الحق انا اعطيت له قيمه يعني. شيخ القبيله نتاع نواكشوط يعني ربما انا مسؤول عليه شوي، يعني يجي في يوم من الايام ونقولها سياسيين يعني امام الشعب نتاعنا. كما اقول لك نظن مثال وعران يقول كبرنا بالحمار وعملنا له شهره، زعبط ولد الحرام ورجع لحلاسه. انا عندي ما نقول لكم اكثر بالنسبه لهذا الشخص. اذا محكمه العدل كذلك قررت مبدا تقرير المصير.
لكن في كل هذه المدة منذ سنة سنة وحتى وأكثر والتجنيد واقع يعني ماشي على قدم وساق في المغرب ضد الإسبان طبعا ولكن بالخصوص ضد بلدنا عام ضد بلدنا ما تقريب 6 شهور كنت كل يوم نقرأ كل ما يكتب في المغرب يعني مسائل هي لسان يقرأها لأن ضروري يقرأها مسائل اللي الواحد يعيفها لما يقرأها الخط اللي كان في الأول ضد الإسبان فإذا به يحول ضد الجزائر كل الفئات المغربية من اليساريين للوطنيين اليمينيين اللي نقدر نقول عليهم الوطنيين اليمينيين البرجوازيين تاع فاس تاع الاستقلال الى ما يسمى بالشيوعيين كلهم على كل حال كانوا على ملة واحدة وعلى دين واحد وعلى كلمة واحدة ضد الشعب نتاعنا ضد بلدنا وفي النهاية ضد طوالنا هذه الملاحظة يعني المرة للواحد استخرجها ماهيش مسألة نتاع انفعال ماهيش مسألة نتاع انفعالات او هذه مدة نتاع سنة وصلت بهم الوقاحة يعني والانحطاط والحقد والغل الى درجة شتم هذه الامة بين امة ما عندهاش اصل ما عندهاش ماضي الامة اللي كانت دائما راكعة هذا الشعب الجزائري اللي كان طول حياته هو متمرد يعني طول حياته معروف في التاريخ متمرد اب عن جد يعني اصبح هذا الكلام يكتب في تاريخ يعني في في في, في يعني جرائد بلد يعني شقيق وكأننا على كل حال من جديد امام لاكوست وجيمولي وسوستان على الاقل هذوك الناس كانوا يحترمونا لان كنا نتصارع معاهم في الارض كانوا عارفين باللي رجالة على كل حال ولاد رجالة ولما كنا نتحاكم معاهم في الجبال ولا في المدن كنا نخلي الرجالة لكن كانوا هما ياخذوا اطرحة على الاقل هذوك داخليا كانوا معترفين بينما كانوا عاملين هذه اغراض سياسية لكن هذا الان الحقد والغل يعني اللي ما نتكلمش على اشخاصنا ينحلبوا اشخاصنا احنا كمسؤولين سياسيين وانا قلتها ليس لما يكون مسؤول سياسي ما يخافش الناس يسبوه ولا يقولوا فيه ولا يقتلوا البحر يقول لك يلعب الزحمة يقول احي يعني لما الواحد لما يختار المسؤولية نتاعو لازم يخلص منه لكن الشعب علاش احنا حاولنا نسكت حاولنا على كل حال نتجنب حاولنا من في هذا نفس الحديث يعني اللي قالته الجرائد يعني نوجدوه اذا كان تبعتوا الكلام انت ملك المغرب قال لك المغرب اللي هو منذ 6 قرون اللي في الوقت اللي كانوا الاتراك في الجزائر يعني احنا سيادكم يعني سلالة بتاع الحكم ملوك انتم رعاع هذا الكلام انت على سلقوط ولد سلقوطة كعرف واحد سكير واحد خبيث رأس ماله 500 مليون دولار 250 مليار رأس ماله هذه الجرائد الامريكية تقولها لكل حد انسان اللي ياخذ المصالح نتاعه وتاخذ من الدروغ ويتون دو دروغ كعرف العام اللي فات من جاي من كتامة كعرف الناس تخدم في العفيون العالم كامل يحارب فيه هو التاج يعني يخلي الناس نتاعه اللي يحاولوا هاد الناس المتعفنين يوصلوا لهذا الدرجة اذا لابد فيه شيء يعني لابد في شيء وشي هذا لازم نشعر به لازم نشعر به ونعيشه بقوة هذا التجنيد وهذا التعبئة وهذا التعبئة وهذا الحكاية نتاع المسيرة هذه 300 وكذا واللي هي كلها منظمة من طرف الامريكان ومن طرف على كل حال المغاربة ومن طرف بالاتفاق مع اسبانيا لان فرانكو مهما قلت فيه فاشيستي ولا نازي ولا كذا
يعني من ناحية تاريخية يحكم عليه التاريخ بأنه كان راجل. راجل. لما يقول كحلة كحلة ولما يقول بيضة بيضة يعني هذلة. نهار طاح. يعني استراتيجية دي كلها اتحركت. والمقصود ما كانش إلا الصحراء. المقصود ربما كان شيء منه الجزائر. تعرفوا ايها الاخوة بان احنا البلاد حرة الان. الناس تتكلم. الناس تتكلم في القهاوي تتساب تنتقد هذاك الوزير معوج هذاك المدير ما يسواش هذاك عرف ادان الفلوس كذا. قال هذا الرئيس ما مخلي الناس عرف حوله ما تخدمش وكذا وعلاش ما يكنسش الى اخره. هذا الناس كلها يعني كلام هذا يقال يوميا في القهاوي. يا سيدي هذا الفلاح روتوجيسي وما عندناش حتى البطاطا وهذا فورا كذا والى اخره والصحافه تتكلم تسير ذاتي ناقص الانتاج العمال. هذه المسائل كلهم الناس يعني وهذه الحريه الداخليه يعني نوع من الانتقاد او النقد الذاتي اللي هو بالنسبه لنا علامه صحيه. ماناش خايفين. علاش نخاف من الشعب هذا؟ علاش نخاف من ما نقدرش نخاف منه ونعملوا الحباس والمحاكمات مثل ما مثل على كل حال ما وقعت في المغرب. شوفوا المحاكمات اللي وقعت من 62 الى 75 كل عام فيه محاكمه لقهر. اذا هذه الحاله قال الاخر قايد احمد مشا هذا كان قوج يعني كان ركيزه كبيره وركيزه طاحت يعني. الاخر قال خطا السلطه لانه مريض ولا وش به. ايه وطبعا قال لك الدعوه تحلت في الداخل. ربما هذه الاشياء غلطت ملك المغرب وغلطت الامريكان وغلطت بعض الراسماليين اللي هم حولنا. انا اقول لكم حكايه وقلتها امام السفير الامريكي مره باش يسمعها يوصلها لسيادو وتوسمع. قلت احنا في الجزائر اذا كانت حبش تعملوا دراسه علينا قلت كيما هذاك لو بنو انكور